تعبير الحر على الوجه. بنصير نطلع عن الحكي اللي هو شعارات شيء حقيقي. هدف الورشه لو حط باقي الورشه عم نختبر ذهنيا افكار وقصص وروايات ونماذج تفكير وعم نحاول نجيها من زاويه شوي مختلفه. يفوت لطبقات من المعنى جديد يعني القصص المذكرين بحب السيد الشغلاني. الورشه هيك تختلف بتفصيل صغير من شخصية يعني كنا نحكي عن الفن، كنا عنا اراء مسبقه عن الفن. في منا ناس بيشتغلوا عندهم تجربه بالرسم والتصوير والفيديو والموسيقى، كل واحد عنده بمحل ما التمثيل وعملية الفن هي موضوع في جدل كثير عليه وفي آراء كثير عليه، في كثير آراء مسبقة، في آراء مسبقة على العمل الفني وعلى الفنان، ونستعمل كلمات مثل إنه هل عمل عمل أصيل، عمل صادق، عمل كذا، عمل نستعمل تعابير روحية ونفسية. قريبة منه يعني أني كان فحبت كان كثير حلو حسيت حالي حبيته أكثر. الفن بيحتمل كل احتمالات العالم، يعني في شيء هذا فن وهذا مش فن، في هذا فن وهذا فن مختلف عنه، وهذا مختلف بعدد البشر بالعالم ممكن يتعدد تشكيل الفن. بس أهمية الفن إذا بدي أوجز يعني عن جد أني حسيت إنه بهالعلاقة تعرفت على المجموعات، حسيت انه كل واحد شخصيته موجوده هون.